هل يجوز كشف أخمص القدمين عند المرأة أثناء الصلاة؟ لا، المرأة لها لباس في الصلاة يختلف عن لباسها خارج الصلاة. لباسها في الصلاة يجب أن يضفي على جميع بدنها إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، يعني غير محارم لها. فإذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة. إذا كان عندها نساء أو كان عندها رجال من محارمها فإنها تكشف وجهها فقط في الصلاة، وأما باقي بدنها فإنها تستره. جزاكم الله خيرا.